فقدان نانسي عجرم لوعيها أمام منزل حبيبها يتصدر الترند، وهي تخرج عن صمتها وتكشف ما حصل لأول مرة. شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم المتابعين مقطع فيديو تحدثت فيه عن كواليس التحضيرات لأغنيتها الجديدة من نظرة، وذلك منذ اللحظة الأولى التي استمعت إليها وقررت أخذها وطرحها للحظة تصوير الكليب. وفي الفيديو تحدثت نانسي عن كواليس المشهد الذي ظهرت فيه في كليب الأغنية، وكأنه مغمى عليها على الأرض. وقالت نانسي إنها سمعت مخرج العمل سمير سرياني وهو يتحدث مع أحد المشرفين على الفيديو كليب، ويقول له إن المشهد القادم ستكون فيه نانسي مغمى عليها وتسقط على الأرض. وتابعت نانسي: أنا سمعته عم بيقول هيك، بس هو ما قال لي عنه، بعد شوي بشوفني سمير ملقوحة على الأرض وغايبة عن الوعي. وأضافت: هيدي اللقطة كانت كتير بتضحك، لأنه ما لقيت كلمة رحت دغري عملتها. اولا بدي ارتاح بتمدد، وتانيا ناطرينهم ليصوروني لانه ما في اكشن. هيدي السين كانت كتير بتضحك كتير لانه ما لقيت كلمة، انا رحت دغري. اولا بدي ارتاح بتمدد. من ناحية اخرى، كانت عبرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن غضبها واستيائها من المجزرة الاسرائيلية التي طالت الامنين في مدرسة تأوي نازحين في حي الدرج بقطاع غزة منذ يومين، والتي حصدت ارواح اكثر من 100 شخص وعدد كبير منهم من الصغار، والتي تسببت بموجة من الادانات الفلسطينية والعربية والدولية. يا عشاق بيروت القدامى. وفي هذا السياق كتبت نانسي منشورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبرت من خلاله عن غضبها الشديد لما حصل، إذ قالت: بزعل كيف صار القتل عادي والمجازر عادي وكل هالحكي والاستنكار والرفض بمر مرور الكرام. تعبنا أكيد، نوجعنا كتير، ورح نضل نتضامن لأقصى الحدود، بس لو شو ما صار بعمرنا ما رح نتعود. ما بعرف شو فينا نقول لغزة أكتر من اللي نقال: إذا عدلت الأرض خذلتنا، عدلة السماء رح تاخد حق كل هالأبرياء. وتفاعل الجمهور مع منشور نانسي بكثافة، مشددين على استيائهم أيضا، إذ جاء في بعض التعليقات: والله تعبنا، الله يعين هالعالم، إلن الله.